من الكرام، من الصيف وأجواء الراحة، وكذلك هناك استجمام من نوع آخر، الموسيقى. أنك لما تزور مدينة معينة وأكيد يكون فيها مهرجانات عفوا ثقافية وأحداث ثقافية، مسك الغنائم بمستغانم أين يشهد الربيع الأكاديمي لشباب الموسيقى الأندلسية، وإن كانت الافتتاح نتاعو البارحة. يلا راح نشوف تفاصيل أكثر مع زميلي سليم اسكندر في التغطية والمونتاج وقراءة التعليق لزميلتي فاطمة مرار، تفضل. احتضنت مسك الغنائم هذا الأسبوع مهرجان الربيع الأكاديمي للموسيقى الأندلسية في طبعته الثانية، والذي دام 3 أيام. هذه التظاهرة الربيع الأندلسي يعطي فرصة باش الناس تستكشف النوع الأندلسي هنا بمناسبة مستغانم، لأن الأندلسي عندها أطباع، كان أطباع التلمساني البجاوي، ولكن مستغانم عندها هذا الطبع الخاص. وبفضل هذه الجمعية، جمعية النوبجة، يعني حقيقة قايمين بواحد الواجب للحفاظ على التراث. وسكي بيان في بنوبجة سك قابدا كاع لي كاتيغوري تاع الدراري تيتاج، وتبدا تطلع معاهم حتى وين يوصلوا للنيفو. وحنا طون كو بارون لي لفت عندنا بنتنا في لاسوسياسيون، اي اون فوا بيان كيل ساميليور. عرفت هذه الطبعة فسيفساء متنوعة من أغاني أندلسية راقية، والتي كانت من تنظيم فرقة ابن باجة، حيث كان الافتتاح مع فرقتين كل من الصغار والكبار. هذه المبادرة قمنا بها في طوع باش نعطوهم فرصة باش يظهروا، باش يبانوا، وباش يقدموا مستويات أعلى وأعلى إن شاء الله. الجمهور تاعنا وفي، وكما تشوف لاصا الله يبارك راهي معمرة. هادو كاع عائلات مستغانمية محضة كما يقول، يتبعوا الموسيقى الأندلسية ومحافظين ويعرفوا واش راهم يتبعوا. وبها نشجعوا الشبان، نشجعوا كاين اللي ما يعرفش الموسيقى الاندلسيه، كاين اللي بغى يتعلمها، كاين نعطوه فرصه باش يسمعها. ثاني كلي جان صغار، ثاني كلي يكونوا عاد محفزين بصح نعطوهم لوكازيون باش يبداو يبانوا ويتو. الماندولين هي اله جميله ونبغيها انا، نتمنى ان نزيد نتطور ونكبر في عائله ابن باجه. ارتئينا باش نرجع تأدية النوبة الأندلسية عند شريحة الشباب، ولتحفيز لهذا ارتئينا أن درنا الجائزة اللي سميناها بالشيخنا الحاج المولي مكريزي رحمه الله، اللي غادية تكافأ الثلاثة الأولين عند البنين والثلاثة الأولين عند البنات. مستغانم معروفة بالقعدات العائلية الأصيلة، ويحبوا الثقافة ودواقين ومحافظين. كنا مغلوقين وقاعدين حمادة بينا نخرجوا، بصح خرجة هكا الله ما كيما هذه اللي حضرتوا لها اليوم. لقى هذا الحفل استحسان الجمهور الذي كان متعطشا لمثل هذه التظاهرات الفنية. نعم فاطمة، أكيد كلنا متعطشين إلى نشاطاتنا الثقافية وإلى الموسيقى، ومستغانم تعيش تحت وقع مهرجان الربيع الأكاديمي للشباب أكاديمي الشباب الموسيقى الأندلسية عفوا اليوم. إذا سعيدة جدا أن أستقبل ويكون حاضر معي كل من الأستاذ بن دحمان عبد القادر، هو أكيد كاتب جمعية بن باجة. جمعية بن باجة، صباح الخير. صباح النور، مرحبا بك. لاباس أستاذ؟ الله يبارك فيك، شكرا على الاستضافة، وصباح الخير للمتابعين الكرام. شكرا. كذلك حاضر معي السيد أنور بنباجي، هو عضو بنسيم الأندلس ومكون موسيقي. صباح الخير. صباح الخير، مرحبا بك. فيكم على العرضة. شكرا، مرحبا. وكذلك عازف العود الرائع حاضر معنا مختار بالحميس. صباح الخير. صباح الخير لكم، مرحبا بكم. حتى نبدا بك استاذ، بدا جمعية بن باجة، بما انه ربما المهرجان وهذه الايام الثقافيه اللي راهي تعيشها مستغانم في طبعتها الثانيه، اكيد العام اللي فات كنا في ظروف خاصه وما كانش كاينه طبعه اخرى، ولكن هذا العام اكيد جات طبعه ثانيه بجديد. طبعا طبعا،
طبعا الثانية سيتي بريفي تكون في 2019 باسكو طبعا الأولى ندات في 2018 كما على بالكم. 2019 جاءوا أحداث الحراك وما ما إلى ذلك فجمدت الحركات إلى حد ما إلى حد ما. ثم سنة 2020 ثاني كيعاونا نديرو لا دوزيام إيديسيون جات الجائحة تاع الكوفيد 19. العام هذا ا مومون دوني كي شفنا يعني الظروف الصحيه ما تحسنتش فكنا معولين نديروها بطريقه افتراضيه عاونا نديروها اون فيرتوييل قلنا نديرو كاع لي زاكتيفيتي اون فيرتوييل باسكو كان عندنا تجارب ديجا اون فيرتوييل درناهم خلال فتره الازمه الصحيه درنا دي زيكسبيريونس اون فيرتوييل ونجحوا الحمد لله فقلنا نديروا لا دوزيام ايديسيون هذه اون فيرتوييل معليش ليسونسييل تكون وما توقفش ولكن الحمد لله ربي فرج وتفتحت الامور فعاونا نديروا كوميم هذا رغم انها يعني هي ربيع اندلسي راه شويه في الدخله تاع الصيف معليش معليش مازال الجو ربيعي ماكش تشوف مبارك الخضيران والربيع الاكاديمي دليل على ربما الزخم فعلا هو ربيع الامل هو ربيع الامل ربيع التطلع ربيع الافاق يعني ماشي مختص باللا سيزون يعني نعم وهو كذلك اذا جميل ان نسيم الاندلس واحده من جمعيات كذلك هنا بوهران اللي معروفه اكيد بكل نشاطاتكم وبشبابكم الرائع وبكل الفنانين المتواجدين بهذه الجمعيه اللي نحييوها. كنتوا حاضرين امس يعني انتم درتوا الافتتاحيه؟ بارك الله فيك ونشكر جمعيه ابن البجع على هذا الدعوه وهذه الانيشاتيف باش ننظموا هذا المهرجان في الوقائع الحاليه وما نخفاكش بلي هذه عام وشي عام من الراحه يعني من الركود الثقافي وهذا الشيء عاود يشجع على هذا النهضه الجديده تاع الممارسه تاع الموسيقى الاندلسيه كل جمعيات على كل حال ماشي في جمعيات نسيم الاندلس سانوزا بيرمي نعاود نشوفوا البوبليك هذا البوبليك كيف كيفاش كان تفاعل ربما الجمهور مع الجمهور تاعنا ناس مستغانم ونشكر الجمعيات على ابن باجا مستغانم وجمهور مستغانم ديجا راح يتطلب باش يجي يدوق من كل الجمعيات وكل الفنون اللي هذا على الساحه الفنيه ان شاء الله. حسنا اكيد ومختار بالحميس يعني انت يا عازف في جمعيه بنو باجا جمعيه نسيم الاندلس نسيم الاندلس ماشي جمعيه بنو باجا نشوف ما شفتكش ديجا في كل يعني ربما في كل باساج اللي كنا درناه مع جمعيه بنو باجا. حسنا انت في نسيم الاندلس يعطيك الصحه ما شاء الله عليك سنة. واكيد انت كشاب مكون يعني ربما كبرت وعلى موسيقى الأندلسية على هذه الموسيقى الروحانية الجميلة الرائعة الراقية أليس كذلك؟ هذه فدخلت نسيم الأندلس في سنة 2009 تعلمت حتى سنة 2016 بديت نعلم الموسيقى من 2016 وانا عندي أقسام في نسيم الأندلس واختص في عزف العودة مختص في عزف في عزف العودة الله يبارك وكل الطبوع ولا فقط الأندلسي؟ أندلس ولا شوية هكذا طربي شوية وهراني شوية هي بوكو بلوس الاندلس بوكو يلا قبل خليني فقط نقول حال من جمعيه ربما شاركت وسمعنا حاجه في هذه الصبيحه المباركه. حسنا الاستاذ بن مختار عفوا بن دحمان عبد القادر هل كانت مشاركه وطنيه على حسب واش قالت لك الاستاذ قمر كان حاضر معنا؟ مشاركه وطنيه اولا الافتتاح كان بالجمعيه المنظمه جمعيه الدار ولتشجيع الشباب والاطفال كما كان طفل خويا اليوم مكون الله يبارك لتحفيز وتشجيع الشباب والاطفال شاركت جمعيه بنو باجا في السهره الافتتاحيه باقسامها الثلاث يعني كما كنا نشوفوا في الجينيريك شارك القسم الابتدائي بكامل تلاميذه كان هناك تقريب 50 تلميذ فوق الركح ثم دمجنا القسم الابتدائي مع القسم العالي يعني باش للاحتكاك وللتشجيع اون ميم طون
هذه في السهرة الافتتاحية. ثم في السهرة الثانية يعني في اليوم الثاني كانت مشاركة لجمعية نسيم الأندلس، هم مشكورين على كل حال، شرفونا وفرحونا وطربوا الجمهور. ثم اليوم في حفل الاختتام راح تكون جوق وطني. جميل. جوق وطني اللي يسمه المكون تاعو هو فيصل بن كريزي الاستاذ تاعنا. ما قال لكم ما جاناش واحد من البلاطو هذا التوا، انا قال لي بالك غدوه نجيك. ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله يا ربي. والله صعيب عليه باش يجي، نعتذر انا في مكانه باسكو التنظيم والله ما ساهل، التنظيم ماشي ساهل، ضغط كبير. وهو على بالك هو راه شيف دوركستر تاع لوركستر ناسيونال اللي يشارك اليوم، دونك راه مهتم خاصة بالجانب التقني. دونك قلت لك الجوق هذا اللي يسماه الجواس، يعني الجراند اوركستر اندالو دو لا صنعاء، فهو راح يشمل زبدة العازفين الموسيقيين على مستوى ولايات اللي تمارس الموسيقى الصنعة. اذا كل الناس باسكو لي ستيل سون ان بو ديفيرون، دونك اون بو با راسومبلي تو. بالك ان شاء الله ان بروجي دافنيغ تكون ان شاء الله جوق وطني يضم جميع المدارس. جميع المدارس يلا، على بالي انه الجمهور متعطش انه نسمعوا هكذا بعد من الانامي المختار. تسمعنا من فضلك، تفضل. شكرا، يعطيك الصحة. إذا خاصة يوم الجمعة، احنا معروفين الجمعة هذا اليوم مبارك، نحبوا نسمعوا بزاف الشعبي والأندلسي في يومياتنا، أليس كذلك أستاذ بيناباج؟ نعم. نسيم الأندلس اللي أكيد على بالي أنه جمهور وهران متوحش كذلك إلى. نعم نعم، وهي فورسيمون كما قلنا ما تسمى بالجمعيات نسيم الأندلس، هي مدرسة. هذه المدرسة تأسست في 1979 70 يعني مدرسة عريقة، وتأسيس الجمعية جاء في 1968، ودي أسوا هذه الجمعية فكروا أول قبل الحفاظ على التراث الأندلسي باش يكونوا تلاميذ. ومنذ هذاك الحين 1973 حتى هذا انضموا هذه الجمعية أكثر من 4000 تلميذ، 4000 تلميذ، وسنويا كان 150 تلميذ دي ينخرطوا هذه الجمعيه، ومكونين هما من اعضاء الجمعيه. وكل عام نشجعوا اعضاءكم اخونا مختار بالحميسي، وكاين النسبه النسويه دي حتى هما اللي يشاركوا، يعاودوا يكونوا جيل اخر، وهي وهذا الاجيال وهذا التكوين ينعمل على سبعة أقسام، وهي متفقة هذه سبعة أقسام بكل النوابط لي ميثود باش نعلموا التلميذ اللي يدخل في السن المبكر. وحنا السن المبكر عندنا باش يكون طازج كما كل آخر، من 8 9 سنوات. وشحال ما يحب يقعد في الجمعية، يحب يقعد من 8 سنوات وطلع يعني باش يستوعب ربما العقل تاعو. علاش حنا ما نعلموش على العزف والغناء، ثاني نعلمو على السولفاج، والسولفاج على السولفاج يكون عنده شويه يكون عنده كيش يقول لك لاج، فوالا لاج باش يفهم لو فرونسي، باش الفرونسي اكيد الطريقه تاع باش يعمل لا ليكتور ميوزيكال. لا ليكتور ميوزيكال نبداو نعاود نعلموهم
الغناء وسول لوغي ميوزيكال وعليك من تما عندك نبدا نكونوا فيه باش نعاودوا نوجدوه باش يكون فيه جوق باسكو كاين سي دي زاتولي سي دي كلاس دي انيسياسيون بعد يكون كاين اجواق كاين ثلاثه اجواق وهذوك ثلاثه اجواق عاود هذوك منهم نعاودوا باش نكونوا الجوق كبير وجوق كبير اللي فيه 50 في حتى وصلنا حتى ل 50 تلميذ وهادو ال 50 تلميذ هما اللي يمثلوا الجمعيه في المظاهر الكبرى ولا ممثلين هضروا في المظاهر وهذه المظاهر حنا متعطشين والجمهور الجمهور الجمهور خلاص راهم ورفع عليهم الحصار ان شاء الله في وهران في وهران وهذا الجمهور ماشي واحد انا محلي في وهران تاع الجمع الوطني كيكون عندنا ان كونت ايفينمون ونقول لك احنا هنا في وهران خاصنا لي غوند سال كما كاين الحمد لله كاين لي زافاتيكتور كاين قاعات كما قاعات المحاضره تاع ميريديان هي اللي تجم تعاود تستقبل تستقبل كل محبين محبين الجمعيه ومحبين كامل الموسيقى الاندلسيه ان شاء الله يرفع فقط الحاجه بحول الله تعالى ونعود كل نشاطاتنا ونتبعوا بنسيم الاندلس نرجع فقط للربيع الاكاديمي الشباب الموسيقى الاندلسيه انا حبيت قلت لانه اجتمعوا الثلاث مدارس يعني الصنعاء والغرناطيه اجتمع في 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 نفس الجوق لا ماشي في نفس الجوق المشاركه تاع المشاركه يعني. المشاركه فعلا مشاركه باستثناء مدرسه المالوف المالوف في قسنطين سيتي بريفو يعني كانت من المفروض تكون معنا جمعيه نجم قرطبه يعني باش نكملوا المدارس ثلاثه ولكن لظروف الظروف الصحيه الظروف الخاصه اللي راهي خاوتنا تاع قسنطين يعني اعتذروا على المدن اللي راهم فقط مشاركين ك عندنا من وهران من بلاد الاندلس وهران اللي يمثلوا طبعا الستيل تاع تلمسان وبنوباجه بنوباجه صح والاوركستر الاوركستر ناسيونال بالاضافه الى نجوم بالاضافه الى نجوم كان في سهرة الافتتاح شارك معنا الاستاذ عبد القادر بن جلول كمطرب والبارح في اليوم الثاني شاركت معنا الفنانه مدام ليلى بوصالي كيفاش كان ربما العوده الى كما نقولوا والله كان تجاوب كبير تاع الجمهور وكانت يعني حتى هي عندها واحد عندها حضور جميل جدا على فوق الخشبه ليلى كيفاش تتفاعل مع الجمهور والجمهور كيفاش يتفاعل معها شيء خاص دونك السهره كانت رائعه وحتى يعني الاداء تاع نسيم الاندلس كان اوتوب يعطيهم الصحه شكرا جزيلا واليوم ان شاء الله قلت لك يوغا الاوركستر ناسيونال ويكون ان شاء الله حضور الاستاذ الكبير نور الدين سعودي جميل بالاضافه الى فيصل بن كايزي طبعا وكاين كذلك الحاجة يعني جديدة اللي جبناها في الطبعة الثانية هي المسابقة الوطنية هي كانت قالت لي الأستاذة قمر نعم المسابقة هذا اليوم تعلنوا عليها اليوم إن شاء الله اليوم الإعلان عن النتائج وتقديم الجوائز للفائزين راح يكونوا إن شاء الله ثلاث فائزين في صنف الإناث وثلاث فائزين في صنف الذكور يا ترى حتى جمعية نسيم الأندلس راكم مشاركين؟ الصنعة فقط الصنعة فقط في الصنعة إن شاء الله في لي زيديسيون الجايين ان شاء الله نزيدوا نشاركوا المدارس الاخرى هي بوغ دي بارتاجي يعني شونتور في الصنعه وشونتور في الالات التلمسانيه ولا في المالوف سي تري ديفيسيل يعني لي بارامتر نو سون با لي ميم دونك ما تقدرش يكون باغ اكزومبل لو بروميير من الصنعه والدوزيام من المالوف سي انكسبتابل ما تنجمش تقول هذا خير من هذا لا هذا ستيل تاعو وحده وهذا ستيل يعني كيما مثلا في كره القدم تقول لي ان ديفونسور خير من ان اتاكون سي با بوسيبل يعني لي بارامتر سون باغيز دونك هذا لا بروميير اديسيون اللي هي التجربه الاولى اقتصرت فقط على الصنعه عبر كامل ولايات الوطن حددنا السن الاعلى 25 سنه علاش 25 سنه باسكو لاحظنا ان الشباب اليوم ما ولاش يخدم من الصنعه ما ولاش يخدم النوبه النوبه صح النوبه فوالا ولاو يخدموا لي فاريتي يخدموا نيبورت كوا ولكن النوبه ولات تجيهم صعيبه واش درنا قال باش نحفزوهم يديروا لي ريغيرش ويديروا لي زيفور فوالا يديروا لي زيفور ويخدموا ويوجد نوبه حتى لو شوا دو لوركست خليناه على شارج دو كانديدا لوي ميم هو اللي يدير لوركست تاعو وحده بون باستثناء بعض الجمعيات
يعطيك الصحه، كل توفيق لكم. شرفتوني بحضوركم. شكرا مشاهدينا الافاضل، سعدنا جدا بخدمتكم في هذه الصبيحه من خلال محطه وهران. تقبلوا تحياتي وتحيات كل فريق اللي خدمكم هذه الصبيحه، شكرا جزيلا لهم، وشكرا انتم على حسن المتابعه. نلقاكم بحول الله تعالى غدا، انتظرونا ان شاء الله. الى اللقاء.